مباراة سوريا والأردن في الجولة الثالثة من تصفية كأس آسيا تحت ال20 سنة. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف لهذه المباراة ملعب البصرة الدولي. أما توقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في 8 الساعة 8 مساء بتوقيت سوريا والقاهرة، والساعة 9 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات والأردن، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات النقل لهذه المباراة: قناة اليوتيوب الاتحاد الأردني الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.